بمناسبة بقى الترندات اللي ماشية والقصة والحدوتة دلوقتي، في أهو الأهلي وشعار الأكثر نجاحا وتتويجا في العالم، كانت بتزعل الناس، وإن إحنا منافسين مع ريال مدريد. يعني يا بتضايق ريال الناس مدريد قوي يعني. بتضايق الناس ليه بقى؟ هو ما اعرفش الأول هذا الشعار صحيح ولا مش صحيح؟ ده صحيح جدا، صحيح جدا. ده جدا جدا. طب إديني حيثيات. بص يا كابتن شوبير، في كده بنقول ايه، القاب وشعارات هي بتكتسب، نعم. في غير اللي انت بتطلقه على نفسك. يعني الاهلي فوق الجميع، ده شعار يخص النادي الاهلي اطلقه على نفسه. الجمهور مثلا النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، ده شعار الجمهور اطلقه على النادي. لكن في حاجات بتكتسب زي نادي القرن، ده انت اخدته عشان انت نادي القرن الافريقي وفقا للمعايير. النهارده النادي الاكثر نجاحا في العالم، وهي اللي احنا النادي الاهلي تداولها وجمهوره الاكثر تتويجا، ده لقب اكتسب. وهو بالمناسبه يعني هو نعم. مش حاجه يعني مش حاجه فيزيكال كده، من حدش هيجي يديك الكاس ده، لكن هو شعار تسويقي صادف ان النادي الاهلي فجاه لقى نفسه هو ملك هذا الشعار. البدايه ان نادي ميلان كان معروف ان هو بيطبع على التيشيرت بتاعه هذا الشعار، نادي الميلان، ميلان النادي الاكثر نجاحا في العالم. ليه نادي ميلان اكثر نجاحا في العالم؟ اتقال ان عشان هو النادي الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه. طبعا دي جت امتى؟ بعد الخناقه بتاعت نادي القرن وريال مدريد والقصه دي كلها. نعم. فهنا اهو بص بقى العنوان ده كابتن شوبير، هنا في 2014 النادي الاهلي كان كسب الصفاقسي في السوبر الافريقي 3-2 مظبوط في استاد القاهره. فالناس ابتدت تاخد بالها من حاجه، ان دي البطوله القاريه رقم 19 للنادي الاهلي. نعم. ده معناه ايه؟ معناه ان هو تجاوز نادي ميلان الايطالي اللي هو صاحب هذا الشعار اللي معاه 18 لقب قاري. نعم. فهنا دي صحف ايطاليا، يعني نرجع معلش الصوره كده سريعا ارجعوا يا اللي جماعه دي. من فضلكم. دي يا كابتن شوبير، هنا هو بيتكلموا عن ان النادي الاهلي كسب ميلان او تغلب على ميلان في القصه بتاعت النادي الاكثر الاكثر تتويجا في تتويجا. العالم. نعم. وكانوا هنا بقيه الخبر بيقولوا ان يوفنتوس وانتر بعيد في القصه دي. نعم. نكمل هنا، دي ده خبر تاني مترجم، ان في صحيفه ايطاليه بتتكلم او صحف ايطاليه ابتدت تتكلم على الموضوع، ان ميلان مش هيقدر يهرب من واقع ان في نادي عداء. وفي صحيفه تانيه كانت بتتكلم ان الميلان دلوقتي مطالب في الوقت ده ان هو يغير الشعار لانه ما بقاش ملكه. نعم. فابتدى التفكير في ان ميلان بدل ما يبقى النادي الاكثر نجاحا في العالم، طب احنا ممكن نبقى النادي الاكثر نجاحا في اوروبا. بص الخبر اللي بعده في صحيفه تانية يا كابتن شوبير، معلش نرجع، انا اسف، نرجع الصوره اخر فقره دي يا كابتن شوبير، بيقول لك ايه؟ ومن شان ذلك ان ان يؤثر يؤثر تسويقيا تسويقيا على على ميلان. الميل هو بيبيع اوروبا لا جازيتا. بالظبط، هو بيبيع التيشيرت بتاعه بان النادي الاكثر نجاحا في العالم. ووقتها حتى اتقال ان جالياني بيشكك في الفكره ان انتوا بتقارنوا بطولات اوروبا بافريقيا والكلام ده. نكمل هنا برضو، ده خبر تاني مترجم لجازيت من لجازيتا لميلان، غير شعارك فلم تعد الانجح في العالم بسبب الاهلي. الموضوع ابتدى برضو ان صحفيين بقى يوفنتوس وانتر والكلام ده ابتدوا يشتغلوا على الحته دي وعملوها راي عام في ايطاليا. ايوه. نكمل مع بعض هنا برضو، ده ان خلاص الميلان، ان النادي الاهلي يعتبر تغلب على ميلان في هذا الامر، وان النادي الاهلي هو 19 لقب عالمي، وان هو عدى ميلان وبوكا جونيورز. فهنا النهارده ده النادي الاهلي اكتسب شعار تسويقي من الفكره دي. النهارده نادي ميلان بقى عمل ايه؟ هل نادي ميلان ابتدى يقول لا احنا في اوروبا ودول في افريقيا واصل مش عارف احنا النادي الانجح في العالم الحقيقي ودول التقليد والكلام ده؟ لا خالص. نادي ميلان بكل بساطه ابتدى في خطه ان هو بيغير الشعار ده لحد ما بقاش يستخدمه. ليه؟ دي حاجه ادبيه، مع ان ايه؟ مفيش كاس كده كابتن شوبير هيقول لك اتفضل حضرتك النادي الاكثر تتويجا. نعم. مفيش الكلام ده. لكن ادبيا ان ده بنتكلم ايه، ده العالميه والناس الانديه الكبيره وهي بتتعامل بهذا الرقي، هو ادبيا ابتدى انا مش هستخدم اللقب ده لانه اصبح من حق نادي تاني. فالنادي الاهلي بعد كده لما كسب بطوله الكونفدراليه في 2014 بقى 20، وابتدى وقتها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر ابتدوا يعمموا استخدام هذا السلوجن الاكثر تتويجا في العالم، وابتدى يتعلق على النادي. انا باكد بقى بكلامي حاجه تانية يا كابتن شوبير. نادي برشلونه، نادي برشلونه في 2015 لما كسب اوروبا والسوبر الاوروبي طلع بيان ان هو عادل ابتدى انه عادل ميلان او عدى ميلان وهيقرب من نادي الاهلي. هنا ده بقى بعد ما كسب كاس العالم للانديه في الوقت ده، ده خبر رسمي في الموقع الرسمي لنادي برشلونه. بيقول ايه؟ ان نادي برشلونه بقى هم الاكثر تتويجا بالالقاب في العالم اللي هي الالقاب الدوليه بالظبط كده، ان هم وصلوا ل 20 لقب قاري. ريكورد اونلي ماتشد باي الاهلي اوف ايجيبت، الرقم ده يعادل فقط النادي الاهلي المصري. نكمل دي مواقع عالميه، ده موقع برشلونه الرسمي. نعم. النادي أوكي. الرسمي.
هنا بص يا كابتن الباراجراف المظلل ده هو هنا بيتكلم ان هم ان النادي بيحتفل ان هو خد اللقب ال20 وده بيعادل بيه الالقاب القاريه ان الكاتالانز يعني عدلوا النادي الاهلي واصبحوا هم الاثنين الانديه الاكثر تتويجا في العالم. وحتى برشلونه تحت حط جدول ان هو بالنسبه لانديه اوروبا هو الاكثر وقتها. نعم. 20 لقب قاري، ريال مدريد 18، ميلان 18. في الناحيه الثانيه الانديه اللي برشلونه 20، الاهلي 20، ريال مدريد 18. بالمناسبه هنا برشلونه حط لنفسه كان وقتها ثلاث القاب اسمهم كاس المعارض، وشرحناهم للناس ان الثلاث بطولات دي هي كانت بطولات اوروبيه في وقت لكن بطولات ضعيفه، لكن برشلونه حطها لنفسه. نعم. والناس ما يعني عادي يعني الامور بسيطه. الصورة اللي بعدها هي صورة لطيفة جدا، دي الصفحة بتاعة برشلونة اللي هي على الفيسبوك، الصفحة الرسمية للنادي الأهلي تحت يا كابتن شوبير. نعم. بتقول لهم إن إحنا كأبطال مش هنقف عند 20 إحنا هنكمل وإنتوا الحقونا. نعم. بالمناسبة إن الجدول بقى اللي بعد كده اللي إحنا عملناه كابتن شوبير عن ده، هنا الكاف بقى، هنا الكاف عمل إيه؟ بدور الكاف راح مأمن على النادي الأهلي، النادي بتاع القارة بتاعته بيتباهى وبيتفاخر بيه، الكاف طلع بيان هو بيحتفل بيه وقت ما جلياني كان بيشكك. نعم. راح الكاف قال احنا بنبارك للنادي الأهلي ان هو بقى الأكثر تتويجا، اللي هو بيتكلم وقت ما كان عدى ميلان. نعم. قبل موضوع برشلونة. الجدول اللي احنا هنجيبه ده كابتن شوبير دلوقتي بيأكد المقولة بتاعة صفحة النادي الأهلي ان حاليا في الوضع الحالي اللي احنا فيه ريال مدريد رقم 1 31 لقب، النادي الاهلي هو رقم 2 26، بعد كده بوكا جونيورز اهو دي الالقاب. نعم. ريال مدريد 1، الاهلي 2 26، وللاسف خسارتنا الاثنين سوبر باضعاف موقف كان ممكن كنا ممكن نبقى 28. نعم. لان ريال مدريد طبعا في بطوله بتبقى زياده دايما اللي هي كاس العالم للانديه. بوكا جونيورز 22، برشلونه واندبندنتي 20، وميلان 18. فهنا مقوله النادي الاهلي ان برشلونه هو اللي هيحصلنا هي حاصله، لان برشلونه نظريا هو اللي مطالب ان هو يحصل الاهلي في الموضوع ده. ده زي ما بنقول كده يا كابتن شوبير، دي اللمسه اللي هي دايما النادي الاهلي بتفرقه عن انديه افريقيا والانديه في الشرق الاوسط. كمان هنا ده طبعا تفنيد يعني سجل بطولات النادي الاهلي القاريه 26 لقب، وريال مدريد هنستعرض برضو ال 31 لقب بتوعه. اللي بقول لك هنا ميزه اللقب ده يا كابتن شوبير، ده لقب تسويقي معنوي انت بتقدر تستخدمه. صحيح. في اخبارك تروج بيه منتجاتك. فالنهارده انا من وجهه نظري لو اي اهلاوي بيحب ريال مدريد هو ممكن يحبه يكسب برشلونه، يحبه يكسب الليجا، يحبه يكسب السوبر الاسباني. يعني الكلام ده دلوقتي حضرتك عايزني ما اشجعش ريال مدريد في بطوله اوروبا؟ يعني احنا مش اسبان، فعادي لما ريال مدريد يلعب بطوله اوروبا نقول يا رب يخسر، يعني مش هتحصل يعني. هيغوروا. ما للاسف بيكسبوا، يعني هنعمل ايه طيب؟ كل ما نقول نكسب برشلونه بالظبط كده. في اوروبا نخسر بقى لحد ما الاهلي يعدي. نخسر من ريال نخسر اي حد عشان محمد صلاح. من اي حد ماشي كده. مرموش بقى من اي حد. فانا بس بختم الحته دي يا كابتن شوبير، الناس ممكن تصنع ترند، ممكن تصنع القاب. ده صحيح. الالقاب دي هي دايما اللي بتخلي النادي، هتلاقي النادي الاهلي دايما في حته مختلفه، النادي. نعم. القرن الاكثر تتويجا في العالم. بايرن ميونخ يقول لك احنا عارفين ده بايرن ميونخ افريقيا، ريال مدريد احنا عارفين ده ريال مدريد افريقيا. كل ده دي حاجات بتكتسب ليه؟ من قيمتك كنادي اهلي ومن قيمه جمهور النادي الاهلي ومن قيمه كل حد بينتمي للنادي الاهلي. هو لازم يبقى عارف انا مكانتي فين وانا وضعي فين. تكيد قوي قوي قوي.